أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. أول ظهور للثنائي كان يلدرم وحبيبته الجديدة الممثلة بينار دينيز يد بيد في حفل المغنية مليكة شاهين، بعد خروج العديد من الأخبار عن وجود علاقة حب تجمعهما وقضائهما للعطلة سويا في بودروم بعد انفصال كان يلدرم وهاندا أرتشل بفترة قصيرة جدا. وعن علاقتهما قالوا: لن نقول أشياء كثيرة عن علاقتنا، كما ترون أمامكم نحن سعداء وكل شيء يسير بشكل جميل جدا، شكرا لكم.